هنتكلم دلوقتي على مفهوم مهم جدا اسمه الـ variables. ده مفهوم من أخطر أو أساس في كل حاجة خاصة بالبرمجة، وبنبني عليه لغاية آخر يوم. طيب يعني من أول يوم بتعرف يعني إيه variables لغاية آخر يوم. إيه هو الـ variable؟ ده مفهوم concept موجود عندنا في البرمجة، معناه اسم هيعرض لنا قيمة مخزنة في الكمبيوترز ميموري. يعني هيعرض لنا هو بيشير إلى قيمة مخزنة في الميموري، بنخزنها في الميموري عشان نستغلها فيما بعد. يبقى البرامج في الغالب أو في المعتاد بنخزن فيها الداتا في الميموري عشان نعمل عليها شوية operations، نعمل عليها شوية عمليات، نperform operations عليها على البيانات المتخزنة في الميموري دي. خلاص؟ طيب يبقى البروجرامز بتستخدم المتغيرات عشان تقدر تأكسس، توصل وتمنيبليت، تعدل الداتا اللي متخزنة في الميموري. خلاص؟ دي حلو جدا. الداتا المتخزنة في الميموري اللي بيشير اليها الفاريبل دي بنسميها ايه؟ references the value، او الفاريبل بالreference the value، يعني القيمة اللي بيشير اليها الايه؟ الفاريبل ده. تعالى نشوف اول حاجة، نعمل كده اكزامبل بسيط وتعالى نقول نتكلم على الفاريبلز، وتعالى نقول مثلا ايه الهايت بيساوي مثلا 185. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ الهايت بيساوي 185. انا عملت ببساطة جدا، ده اسمه variable انا سميته height الطول، وقلت بيساوي 185. ماشي، 185. كل اللي حصل ان بقى فيه في الميموري رقم، يعني هيتحط ده في الميموري 185، وكلمة height دي هيبقى ده زي مؤشر بيشير للقيمة اللي موجودة هنا في الميموري. الميموري في الغالب، او لو بصينا كده وتخيلنا الشكل بتاع الميموري، هنلاقي افتح على درو اي او، الانترنت عندي مقطوع مش مشكلة، ممكن اي تشارت، بس القصد ان انا احاول ان انا اوضح لك بس الفكرة. عندي برامج رسم كليك تشارتس مثلا، ايه مش مهم ترسم معايا خالص، انا بس ما عايز اوضح لك الفكرة بس تكون قدام عينيك متشافة. يعني لو تخيلنا ان الميموري بتاعتنا عامله كده، خلاص اجزاء كده، والميموري ديت مثلا متقسم، يعني معمول مثلا كده، انا رسمت كده على السريع بس عشان ما اضيعش وقتنا. فكل اللي احنا عملناه هنا ايه؟ احنا لما كتبنا ان الهايت قيمته كذا، فكل اللي هيحصل ان اكنك بالظبط هو في مكان ما هنا في الميموري، وليكن مثلا المكان ده مثلا يعني هيبقى مكتوب فيه 185 مثلا. ماشي، يعني تخيل كده معايا المنظر بالشكل دوت، يعني ان في هنا ادي القيمه، ادي القيمه بتبقى متخزن هنا في مكان ما في الميموري. ماشي، 185. طيب المكان ده بيبقى بيشير اليه هنا كده مثلا، كده اهو في المكان بيشير اليه، وليكن اللي هو احنا سميناه هايت. يعني ممكن نيجي ده ونقول هنا ايه هايت، بلاش الكارتب دي خليها سمول. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ يبقى كده بالظبط المنظر قدامنا ده معبر جدا. في اماكن كتيره في الميموريز، في مكان في الميموري هنا، المكان ده متشال فيه قيمه، الهايت دلوقتي كاسم بيشاور على الايه؟ بيشاور على المكان ده، بيشاور على المكان ده. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده اهو ده اللي حصل. بقى ده كده اتحطت في الميموري، ودي كده بتشاور على ايه؟ على القيمه دي. بقى الهايت variable references the value كام؟
الريفرنس ذا فاليو واحد ايه 1.85 كده وهكذا. الاساس الشكل الاساسي احنا بنتكلم فيه ده دايما واخد بالك ان الشكل الاساسي لما بنيجي نكتب variables بيبقى دايما عندنا هنا variable وقدامه هنا بيساوي وده اسمه assignment operator اللي هي بيساوي اسمها assignment هي شكل equal شكل بيساوي بس احنا بنسميها assignment وهنا expression زي كده ال height ده ال variable والايه والرقم ده ال expression واللي بيساوي دي بنسميها احنا ايه بنسميها زي ما اتفقنا ال assignment operator. ليه assignment يعني تخصيص معناها ان لما الجمله دي تتنفذ ايا كان بقى اللي مكتوب هنا ايه او اللي مكتوب هنا ايه الايكوال هنا تساوي ايه معناه لما دي تتنفذ الليفت اللي هو الطرف الشمال هيكون بيساوي القيمه اللي موجوده على الطرف اليمين خلاص يبقى هنا ده هياخد ده البراند اللي على اليمين ده هيتاخد قيمته وتتحط جوه الايه اللي موجود على الشمال وتصبح الفاريبل ده كاسم بيساوي القيمه اللي انت حطيتها فيه خلاص كده. طيب لما قلت الهايت مثلا هو كذا لو قلت الويدث مثلا كده نفس الطريقه كده بعمل ايه بحط قيم في الميموري وبديها اسماء عشان اشير اليها فيما بعد واقدر ايه واقدر استخدمها فيما بعد طبعا اقدر برضو استخدمها فيما بعد اقول له print الهايت مثلا وممكن اقول له برنت الويدث مثلا بكده احنا استخدمنا امر البرنت للطباعه ماشي تلاحظ حاجه كمان قبل ما ننفذ البرنامج ده انا طبعا هطبع دلوقتي قيمه الهايت وقيمه الويدث تلاحظوا ما حطناش الفاريبل ما بين كود تعالى بس نشوف كده الاول نخلي ده وتعالى ندوس اف 5 قال لي اهو طبع لي ادي القيمه اهي وادي بتاعه الهايت ودي القيمه بتاعه الايه بتاعه الويدث طيب كلام جميل انا كنت بتكلم بقول ايه في الاكزامبل ده بقول يا جدعان ناخد بالنا ان احنا ما كتبناش اسم الفاريبل ما عملناش انكلوز بكود ما حطيناهوش كود يعني ما عملناش كده خلاص طيب لو عملنا كده ايه اللي هيحصل لي؟ يعني لو عملنا برنت وكتبنا اسم الفاريبل ما بين كوت او ما بين دبل كوت يعني مش تفرق معانا يعني ممكن برضو نستخدم يعني نقول كده يعني دبل كوتيشن او سنجل كوت المهم احنا حطينا له ما بينه كوت لو عملنا كده انا بس محتاج ان انا اعمل بيست كده عشان ما اشيلش الكود القديم خلي ده موجود وخلي ما بين دبل كوتيشن موجود وتعالى نعمل سيف وندوس اف 5 هتلاقي اللي حصل دي كتبها عادي لكن كلمة هايت كتبها كلمة هايت ما فهمش ان احنا نقصد بكلمة هايت الفاريبل لانه فهم ان انت عايز تطبع القيمة الثابتة كلمة هايت ما بين دبل كوتيشن فعمل عرف ان هي ليتلر مش فاريبل والليتلر بتطبع كما ايه كما هي بدون ما يفهم ال بدون ما يفهم هي قيمه مش بتشاور في الميموري ما بتشاورش في الميموري الكلام ده كله ما بيعرفوش طيب حاجه كمان احنا اتكلمنا عليها قلنا ان الاكسبريشن الفاريبل بتساوي اكسبريشن ما حدش يحاول يفكر اكسبريشن ايكوال الفاريبل زي العربي مثلا س بتساوي 5 ص بتساوي كذا دي س دي الفاريبل بتساوي 5 دي الفاليو او الاكسبريشن اللي بقول اكسبريشن بعد كده هنعرف ليه بنقول اكسبريشن ما بنقولش فاليو على طول ما نعرفش نقلب يعني لو قلبنا ده مش في البرمجه حاجه مش مفهومه يعني قلت 20 بتساوي الويدث كده ودوس كنترول اس دوس اف 5 هيقول لي كان نوت اساين تو ليتر يعني ال 20 دي قيمه ثابته مباشره واضحه انا ما اقدرش احط جواها قيمه ما اقدرش احط جواها قيمه دي كان نوت اساين تو ليتر literal ده الايه سينتاكس ايرور شكل الكتابه كده بالمقلوب غلط يبقى دايما الايه الفاريبل عندنا بيبقى في الجنب الايه في الجنب الشمال تمام كده من ضمن الملاحظات اللي انا عايز اتكلم عليها برضو دي عرفنا خلاص ان دي ايرور ممكن نعملها كده اهو عشان ما ينفذهاش فما يطلعش ايرور واكتب مثلا ايه
can assign to literal عشان نبقى فاكرين ده اللي ده بيطلع ايه. ماشي. حاجة تانية من الملاحظات اللي انا عايز اتكلم عليها، ما نقدرش نستخدم variable ما نكونش حطنا له قيم، ما نكونش حطنا له قيم، لان هيطلع في الشكل دوت هيطلع ايرور. خلاص هيطلع ايرور لو احنا مثلا جينا كتبنا ايه السم، خلاص وبعد كده متعايل print السم ماشي دوست كنترول اس دوست في 5، ايه اللي حصل؟ تعال نبص اللي حصل اهو، قال لي built in function sum. انت بتنادى على فانكشن اسمها سم، قلت له عشان كلمه سم دي كلمه محجوزه معلش، قلت له اس ام مثلا بلاش كلمه سم كامله، ودوست سيف وكنترول في 5. ايه اللي حصل؟ قال لي ماشي انا كنت بحاول انفذ ونفذت لغايه ال 20 اللي هي برنت الويدث، بعد كده ضربت في الاس ام ديت لان النيم ايرور اسم الاسم اس ام ده انت ما عرفتوش وانا ما عرفتش هو عباره عن ايه. خلاص ليه؟ لان إيه انت يعني ما حطيتلوش قيمه. لو جيت قلت له مثلا دلوقتي الاس ام دي بتساوي 10 كده بس دوس كنترول اس في 5، قال لي مفيش مشكله اطبعها لك 10. يبقى ما ينفعش ان انا اعمل فاريبل الا لما احط جواه قيمه خلاص، والا هيطلع لي ايرور على الفاريبل دوت لو انا حبيت اطبعه مثلا على سبيل المثال او استخدمه. يعني ايه استخدمه؟ يعني ممكن اجمعه اضربه اطرحه فيبقى عندي مشكله فيه. خلاص. طيب الحاجات الثانيه الشهيره اللي علق عليها برضو تبقوا عارفينها في الفاريبل، في مشكله عندنا لما بتعمل ايه دايما بيقعوا فيها الناس المبتدئين اللي بيجي يكتبوا لاول مره، لما بتعمل ميستيك في الـ في الـ في الـ في الرايتنج. يعني مثلا بكتب ايه، مثلا بكتب فاريبل اسمه افريج، خلاص مكتوبه كده غلط. مثلا افريج مثال الافريج المتوسط بيساوي 5.5 مثلا، وبعد كده قلت له برنت قمت كاتب اطبع قيمه الافريج. هنا ناقصه ايه؟ ناقصه ايه؟ يعني في فرق في الكتابه ما بين هنا وما بين ايه؟ وما بين هنا. فرق الكتابه ده هيعمل معانا برضو هيطلع معانا مس سبيلد فاريبل نيم، يعني خطا بسبب ان الاسم مش مكتوب صح. دوس اف 5 قال لي الاي في ريج ديت مش معروفه وانا مش فاهمها ونوت ديفايند ومش شايف، ودي انا كده ايه مش شايفها. يعني ده الايرور برده معروف ان دوت هيطلع لنا بسبب ايه، يعني خدوا بالكم غالب الناس بيطلع لها ايرور دوت من الناس المبتدئه لانه بيتلخبط في الحروف شويه، ودي حاجه مش كويسه. احنا لازم تبقى واخد بالك كويس جدا من الموضوع ده. يبقى عندنا هنا ايرور اللي هو النيم ايرور، بس مش هيقول لي بقى الاس ام نوت ديفاين، هيقول المره دي الاي في ار ايج دي مش ديفاين بسبب ايه مس سبيلنج او في خطا في الكتابه. طيب في برضو حاله من الحالات ان انا اقول له برنت، وده برضو من الاخطاء برضو اللي بتقع فيها كتير الناس المبتدئين، ان هو يكتب كده فقال له اطبع الافريج بالمنظر ده. العيب اللي حصل ان هو كتب حرف الاي كابيتال، ودي طبعا هتطلع لنا مشكله ان احنا بنكتب بلغه كيس سنسيتيف، الفاريبل نيم فيها كيس سنسيتيف في البايثون. يعني حرف الكابيتال غير الحرف اللي اسمه، كتبت كل سمول تكتب كل سمول، كتبت كله كابيتال تشتغل كله كابيتال والى اخره. فلو دوسنا كده كنترول اس كنترول اف 5 واف 5 قال لي برضو ده انا مش عارفه، يعني ده برضو مش هيقدر برضو ايه يشتغل عليه، واعتبره برضو ايرور لان المسمى ده غير المسمى اللي فوق. ففي الحقيقه هو ما فهمش ان الاسم دوت موجود او ليه اي شيء موجود عنده خالص، فهو طلع ايرور. خلاص دي كانت اشهر الاخطاء اللي ممكن تحصل لنا في المسميات. ازاي بقى نسمي الفاريبلز والكلام ده كله؟ خلينا في فيديو تاني.